اهلا بيكم في الدرس ال 18، هو عن الميش تول. هو الحقيقه من الدروس المبهره جدا في الاستريتور، ممكن تعمل بيها اشكال صعبه قوي تعملها باي حاجه تانية، صعب تعملها عموما يعني، وقريبه شويه من ال 3D. تعال ناخد مثال على طول. احنا لو مثلا عملت حاجه زي كده، خلي لونها وليكن احمر مثلا. في طريقتين عشان اعمل جريدينت ميش، ان انا على طول اروح من اوبجكت وبعدين هتلاقي فيه create gradient مش قبل ما بتعمل كده، هو بيحدد لك عدد الـ العواميد الروز والكولمز، الصفوف والأعمدة. ممكن نقللها شوية، خليها 3 مثلا و3 بس يبقى الموضوع واضح شوية، وممكن نخليها فلات أولا، أو إن أنت تخلي فيه ضوء في النص to center، أو ضوء فيه على الأطراف. دي أول طريقة، كنسل دلوقتي عشان انا مش عايز اعملها. خلينا نعمل طريقه تانية، او ان انا يدويا احط عدد الاعمده من هنا من عند الميش تول او الشورت كات بتاع يو. فبعمل كليك، ممكن اعمل كليك على الطرف او اعمل كليك في اي حته في اي مكان، في النص او هنا مثلا. طيب هيحط لك مجموعه يعني صف وعمود، خلينا نعمل اتنين كمان، ممكن تعمل اي عدد انت عايزه. ايه الحاجات دي؟ الفكره ان انت لو رحت جبت السهم الابيض وعملت كليك على كل نقطه من دول، كل نقطة انكر بوينت بيبقى ليها لون معين، اللون ده ممكن تغيره على حدة، ودي تختلف خالص عن الجريدينت تول اللي انت كنت بتعمل من اليمين الشمال او من النص، تعمله راديال او لينير وخلاص، والتحكم كان بيبقى يعني دايما ليميتد شوية، محدود شوية. لكن هنا ممكن تختار اي لون انت عايزه، يعني مثلا خلينا نعمل كليك هنا وبعدين نختار هنا لون اصفر مثلا، هتلاقي ان النقطة دي وبتاخد مدار معين للتأثير. لو خدنا مثلا النقطة دي وخدنا لون، أي لون، أزرق مثلا فاتح، هتلاقي إنه عامل كده. دي حاجة مفيش أي تول تانية في الإليستريتور بتعمل الإفكتات دي والتأثيرات دي. طبعا دلوقتي مش هيبان قوي التأثير، لكن قدام شوية هيبان. ممكن تجيب من الإتش إس بي على طول وتفتح وتاخد أي لون أنت عايزه من هنا، أو تختار أي لون يعني على طول من هنا. طيب هستفيد ايه من الكلام ده؟ هوريك دلوقتي قدام. ناخد بس الاوبشنز بتاعتها سريعا. انت ممكن من الميش تول تضيف اي مجموعه من الاعمده كده مثلا، او كده اي مجموعه انت عايزها، او ان انت تمسح ازاي؟ بتدوس على الت، لو رحت عند نقطه التقاء وعملت كليك هتمسح العمود والصف. لو جيت هنا عند عايز تمسح صف بس او عمود بس، دوس على الت وتعالى فوق اللي انت عايز تمسحه ده او ده، واعمل كليك هتلاقيه اتمسح والالوان رجعت لاصلها تاني. أيوة وهكذا. تعالى امسح كله، خلي فيه مثلا صف واحد زي ده. ممكن تحركه ازاي؟ ممكن تمسكه من هنا كده وتغير الاتجاه بتاعه، تغير مكانه، ممكن تعمل كده، ممكن تعمل اي حاجه انت عايزها. في طبعا فلكسبيليتي كبيره جدا في القصه دي. ممكن خلينا نحط هنا عمود كمان. تحرك النقطه ازاي؟ ممكن كده تحرك النقطه من جوه، تعملها كده مثلا، هتلاحظ ان لما في نقطتين بيقربوا من بعض، النقطه دي مثلا لونها احمر والنقطه دي اصفر، كل ما بتقرب من النقطه التانية هتلاقي الخط بقى حاد قوي زي ما انت شايف كده، لكن لو خليتهم بعاد عن بعض هتلاقي فيه تدريج كبير قوي. لو انت عايز تحرك النقطه دي فوق او تحت بس على مدار العمود، يعني في نفس الصف بتاع العمود، فدوس على شيفت وانت بتحرك هتلاقيها اتحركت كده معاك. لو انت دوست برضه على شيفت وبس جيت يمين او شمال، هو كده دبلر على اسف كنترول زد، ادوس على شيفت واحرك كده هتتحرك النقطه كده. هتلاحظ كمان ان في اربعه كنترول هاندل طالعين من كل نقطه، فممكن كل اتنين تحركهم لوحدهم زي ما انت شايف كده. ممكن برضه تجيب من البين تول الانكر بوينت تول، او دوس شيفت سي وتحرك كل اتنين لوحدهم، كل واحدة آسف كل واحدة لوحدها ملهاش دعوة بالتانية، وهكذا. وكل برضه كل ما بتحرك زي ما كنا بنعمل في البين تول، هتلاقي إن الخط ده بيتحرك مع الكنترول هاندل، والتأثير بتاع اللون كمان بيتحرك. تعالى أوريك حاجة تانية. امسح بقى الشكل ده كله مع بعضه، ديليت. ممكن طبعا تستخدم الديليت عشان تمسح الأنكور بوينت. امسح الشكل كله وارسم شكل مستطيل، خلي لونه مثلا احمر برضو غامق، وتعالى بالميش تول وهننزل تحت هنا، عايز اوريك بس افكت معين.
تعالى بقى، ممكن تكليك على كل نقطة من هنا، او ان انت بتساهم الابيض، او تسلكت مجموعة من النقط، او حتى من اللاسو تول او من على الكيو تختار مجموعة من النقط زي كده. طيب تعالى نجيب السهم الابيض ونكليك على نقطة واحدة ونخلي لونها اصفر. هتلاحظ ان في لما يكون الخط طويل ومفيش حاجة قطعاه بالعرض، هتلاقي ان التأثير بيبقى عبارة عن خط زي ما انت شايف كده. تعالى هنا نعمل حاجة زي كده، ادي ده افكت برضو ظريف قوي ممكن تعمله طبعا احنا لسه ما دخلناش في التطبيقات يعني، بس لسه بشرح وهنشوف قدام شويه ايه اللي ممكن نعمله بالكلام ده. طيب دي كده تقريبا القواعد الاساسيه بتاعت الميش تول. تعالى بقى في الفيديو اللي جاي ناخد تطبيقات كتير. الموضوع بس عايز صبر شويه، هي الموضوع سهل جدا ما فيهوش اي صعوبه، لكن عشان تقدر توصل لنتيجه فعلا ممتازه، لان انت بتختار نقطه نقطه، الحكايه دي بتطول سنه، لكن في الاخر مفيش هتديك نتيجه، مفيش اي حاجه تانية تقدر تعملها. وخلينا بقى ما نطولش ونخش على طول في اول تطبيق في الفيديو اللي جاي. روح على ملفات الدرس. الفيديو ده هنعمل تفاحه. انا هشتغل على التفاحه دي، لكن هاخد يعني هاخد كذا واحده تانية كريفرنس ليا، وانا شغال اخد منها بعض التكشر او هقلد بعض الحاجات اللي في التفاحه التانية، بحيث ان انا ما بقاش مجرد اللي انا بعمله ان انا اقلد صوره وخلاص. كبرها شوية. تمام، ممكن ناخد كام واحدة من هنا ونحطهم بس جنبنا كريفرنس، أبص عليهم عشان أبص على التكستشر بتاعهم اللي هو اللون الأصفر ويعني إيه والتجزيعات دي والنقط اللي موجودة في التفاح، خدتها من كام واحدة عشان آخد بس الأفكار اللي فيها. وده اسلوب يعني ممكن تبقى محتاج تعمله كتير قوي، خصوصا لو انت عايز ترسم حاجة يعني تبتكر حاجة مش تقلد وخلاص. يعني انت عايزك هوريكوا قدام شوية في درس عن الانسبيريشن او الالهام، ازاي تجيب افكار، هوريكوا ازاي حتى الكاركتر ديزاين بيعمل زي اللي انا بعمله ده بالظبط في افلام الكرتون يعني الكاركتر ديزاين المشهورين حتى في افلام السينما واللي بيعملوا افلام الخيال العلمي، ازاي هو بيبتكر شخصية جديدة بان هو يجيب يعمل الاول دراسه على مجموعه الشخصيات اللي عنده ويحطها حواليه كده وياخد جزء من كل شخصيه. هوريكم قدام شويه. خلاص هقفل بقى اللير دي واعمل لير جديده. خلينا نجرب البين تول المره دي. هنا مفيش اي حاجه يعني، ده استخدام عادي جدا للبين تول، يعني عملناها كذا مره. وبقفل الشكل وبعدين اظبط شويه عشان تبقى ناعمة زي أي تفاحة عادية يعني طبيعية. ممكن أدوس على Shift C عشان لو عايز أحرك جزء لوحده. هنا بظبط، هنا عملت دوست على Alt عشان أفصل الاتنين هاندل. هسلكت الشكل خليه أحمر ومش عايز ستروك يفل، بس هعمل بس كليك على النقطة دي خليها سموز أحسن. تمام، ممكن أحط هنا نقطة وهنا نقطة. أنا هعمل تغيير شوية، مش لازم أمشي يعني زي بالظبط ما هو عامل، هنزل دي لتحت شوية عشان هتساعدني شوية في الجزء اللي جاي. ودلوقتي ممكن أعمل مش تول، أبدأ أعمل كليك مثلا وليكن هنا نص. وبعدين تعالى ندخل في الاوت لاين مود ونظبط. هتحط في بقيه النقط فين؟ في كل جزء فيه لون مختلف، يعني مثلا الجزء اللي في النص ده احمر شويه عشان كده حطيت اللاين في النص. تعال هنا ده رجع ابيض، فممكن تعمل كليك هنا. هتلاحظ ان الخط منحني مع الخط الاصلي، وده كويس لان انا عايز الحته دي تنزل لتحت شويه. هنزوم سنه هنا، اللون ده يبقى احمر غامق تاني، فممكن كليك هنا. لا ما ظبطش، رجع تاني. طيب مش مشكلة، ممكن اعمل خط رأسي دلوقتي وبعدين منه بقى نعمل الخطوط العرضية تاني. هنعمل هنا كليك، تقريبا هو ماشي مع الخط الأحمر إلى حد ما، ممكن بس اخد ده وانزله سنة لتحت. هكليك هنا وادوس على شيفت عشان انزل بده سنة بسيطة كده. دبل كليك على اللاير وخلي لونها
ازرق او اي لون مختلف عن الاحمر عشان انا شايف كويس. بس ممكن اعمل خط واحد كمان، اعتقد مش هحتاج تاني خط ولا اتنين، خليه اتنين. ممكن طبعا تمسح في اي وقت مفيش مشكلة. دلوقتي هنعمل بقى خطوط، شوية خطوط عرضية. بس قبل ما اعمل الخطوط العرضية عشان عدد النقط ما يكترش، خليني اخد الالوان بسرعة كده، الاي دروبر، واجيب السهم الابيض واكليك على الالوان دي، الاربعة دول مرة واحدة. هنا بقى اخد اللون الاحمر الغامق، نفس الحكاية. ده لون فاتح، ده نفس الحكاية نفس اللون. لا ده لون غامق شوية. طيب تعالى نطلع بره الاوت لاين نشوف ايه النظام. طيب كده يعني كبداية مش بطال، هنحاول بقى نظبط فيه. هنا لازم هنا اللون ده يكون أبيض، فهنرجع نخلي اللون ده يكون أبيض كده، وده يبقى أحمر. ماشي، دلوقتي ممكن نكمل ونحط بقية الخطوط. كفايه انا بحاول على قد ما اقدر ما ازودش كتير قوي عشان الدنيا ما تبقاش صعبه. كل ما كان عدد الخطوط قليل كل ما كان سهل ان انت تتحكم شويه في الموضوع. هسرع شويه الجزء ده عشان يعني ما هيكون ممل شويه لو، فانا بس بلون كل يعني كل نقطه. هنا بفتح شويه اللون اللي في النص ده، طبعا واضح ان الهايلايت او الاضاءه ضاربه فيه. كفايه هنا بمسك الخطوط واقربها شويه، خليها تمشي مع المنحنيات الطبيعيه بتاعه التفاح. امسكها من الهاندل ويعني ايه احرك مكانها زي ما عملت هنا، او ان انا امسك الهاندل واحد واحد كاني بالظبط بالبين تول وبتحكم في الكنترول هاندل عشان اجيب الكيرفات الطبيعيه بتاعه التفاح اللي قدامي. دي خطوه مهمه قوي وبتفرق جدا ومهمه جدا في استخدام البين تول، لان اللون بيمشي مع الخطوط زي ما قلت لكم قبل كده كذا مره. هنا بمسك كل نقطه وبدوس على شيفت وانزل بيها. هنا بشوف بقى تاثير الالوان وممكن اعدل. خلي بالك انت شويه لو انت بتقلد اي شكل هتلاقي نفسك شويه بتاخد من الالوان وبعدين شويه انت بتشوف على الطبيعه ايه الموضوع. هنا كنت عايز الكيرف ده ينزل لتحت شويه، دي طبعا غلطه رجعت فيها. طبعا الجزء اللي جوه ده بما ان هو يعني داخل تحت فطبيعي ان هو يكون غرقان شويه في الظل. الجزء اللي فات ده بقارن كل شويه بين الصوره الاصليه وما بين اللي انا عملتها عشان في الاخر احاول اوصل لنتيجه يعني كويسه. اعدل بس اتخيل طبعا مصدر الضوء جاي منين، والجزء اللي تحت ده اللي هو خارج منه العود بتاع التفاحه لازم يكون غامق شويه. ف هنا في الصوره دي مصدر الضوء جاي من فوق، جاي من الامام، اسف يعني لو انت بتبص كده اعتبر نفسك انت مصدر الضوء بس لفوق شويه. حتى بدليل الحته اللامعه شويه اللي هو لونها فاتح هي جايه في النص بس مرتفع لفوق، فالجزء اللي تحت هيكون غامق زي ما غمقته في اللي فات. هنا بتعتمد على اللوسو تول زي ما عملت، اللاسو تول او اللي هي الشورت كات بتاع الكيو، وبختار مجموعه من الالوان مره واحده، بفتح الجزء على اساس ان في مصدر ضوء تاني ممكن يكون جاي من على الشمال. وهنا في تعدد مصادر الضوء، ده تدي افكت كويس قوي، واحد من فوق من الامام من فوق، واحد من على الشمال من الجنب على الشمال. بس بحاول بقيه الموضوع مجرد تظبيط الوان واضاءه. هنا بنزل بيه شويه عشان يعني ايه اظبط الكيرفيتشر او التحدب الطبيعي. عارف المرحلة دي يعني معلش مملة شوية، تاخد وقت لحد ما عشان كده أنا سرعتها، ولكن دي طبيعة ال ودي على فكرة تديك إحساس بالشغل في ال 3D. يعني أنت هتشتغل في 3D ماكس أو أيا كان، الموضوع بيبقى بالشكل ده. يعني هو فعلا بياخد وقت طويل جدا الشغل في ال 3D، أطول من كده بقى كمان تخيل لو شكل مجسم. فكويس إن ده يعني يديك تدريب لو أنت ناوي تكمل في ال 3D، عشان كده بقول لكم إن 2D أسهل وأسرع. بس كده تقريبا يعني وصلت للشكل العام للتفاحة. حتى ممكن خلاص مش محتاج، ممكن أشيل ده. تعال نحط بس الستيم اللي فوق، خلينا نحط عشان أبقى برضه خلصت منه، نحطه في لير تانية لوحده، وممكن أرسم حتى بالبين تول.
هبتدي بقى ارسم البنت تقول عادي خالص، زي عملناها 100 مره الحكايه دي. بمشي بس بحاول على قد ما اقدر امشي مع تعرجات الشكل عشان اخليه لحد ما منطقي. بشيل الفل، ابدله مكان الستروك عشان ابقى شايف انا ماشي ازاي، خليه اطول شويه من الستيم الطبيعي لان انا نزلت عن التفاح. بس اخطاء ابتدي بقى اختار اشوف هحط فين المش، اديله لون مبدئي كده وبعدين ابتدي اجيب المش تول واحط كام لاين زي ما انتم شايفين، وابتدي بقى اعمل ادوس على كنترول وكليك على اللير عشان اخش في الاوت لاين مود، وزي ما عملت قبل كده كذا مره اختار كل نقطه واديها شكل تكون نتيجه زي ما انتم شايفين كده. طبعا باختصار يعني الموضوع ما فيهوش خلاص جديد، يعني هي نفس الفكره، تختار الوان عشوائيه عشان تديك اشكال، ممكن تغير مانيوال او يدويا بقى في الالوان بدل ما تاخدها بالاي دروبر، لا امسك لون وانت احساسك انت بالشكل، ابتدي يعني غمق هنا مثلا على الطرف اليمين، هغمق شويه عشان الضوء اتخيل ان هو جاي من على الشمال شويه، فيعني اغير في الالوان. اعمل كمان تدريجات في الالوان بحيث انك تدي احساس بالتعرج وبان الشكل فعلا مجسم. بس خلصت اهو، ادي الستيم او الساق بتاع التفاح العنقود، و ممكن بس احتاج اديله هنا بنزله تحت سنه، وطبعا محتاج يبقى ياخد كيرف شويه فبطلعه. طبعا التحكم فيه دلوقتي بعد ما عملناه في المش تول بقى صعب شويه، لكن على قد ما اقدر يعني. بس خلاص بغمق بس اللون بتاعه شويه لحد ما عشان يبقى يعني متناسب في الريكالر، طبعا بتنجز في القصه دي، اغمقهم كلهم مع بعض. ايه كده تفاحة يعني، انا كده خلصتها كده، النتيجة كويسة جدا مش وحشة، بس انا محتاج اعمل اخليها واقعية، يعني عايز اقرب على قد ما اقدر اخليها واقعية اكتر من كده. فهعمل بقى، هبتدي بقى اعمل شغل كتير قوي، بس خليه بقى في الفيديو اللي جاي عشان الفيديو هيطول جدا، والشغل الجاي هيكون اصعب شوية، هياخد وقت اطول، بس هشوف نتيجة في الاخر عاملة ازاي، تستاهل ان شاء الله. هنبتدي في الفيديو ده نخلي الابل رياليستيك شوية، يعني واقعية أكتر من كده. دلوقتي شكلها بلاستيك، يعني شكلها مش تفاح خالص يعني، وإن كانت النتيجة مش وحشة يعني، في الآخر أنت عامل حاجة فيكتور، ممكن يعني تستغل كل إمكانيات الفيكتور، إن أنت تعمل لها سكيل، تكبرها كبيرة جدا، تعمل بيها إعلان قد كده من غير ما تبكسل، لكن في الآخر برضو نقدر نوصل لنتيجة أحسن من كده بكتير. خلينا نخش على الجزء ده أدفانسد شوية، عايز شوية صبر بس هتشوف النتيجة تستاهل في الآخر. لو انت ماشي معايا خطوه بخطوه فسيف على كده، وكل مرحله تعملها سيف بملف جديد عشان ممكن تحتاج ترجع في اي وقت. تعالى بقى نرجع الصور اللي انا كنت واخدها كريفرنس، ممكن ياخد الصوره دي نحطها تحت كده في اي مكان، يعني خليهم بس حواليا عشان هاخد منهم معلومات مهمه قوي من التفاح. اول حاجه ممكن ان انا عاوز اعمل النقط، بص هتلاقي دايما في التفاح في نقط صغيره، نقط ممكن تكون حجمين، يعني في نقط صغيره قوي لو قربت هنا، نقط صغيره خالص مش باينه، او في نقط كبيره شويه، ممكن نعمل الاثنين دول. دي اسهل حاجه ممكن نبدا بيها، هنا في نقطه يعني. فهنعمل لير نخليها فوق، خلي اللي هو العنقود ده فوق لوحده كده زي ما هو، وهنعمل هنا دوتس سمول، نقط صغيرة. ممكن تعمل كليك على التفاحة، وده كمان اقفل أي حاجة مش هتستخدمها عشان ما تضايقكش في الشغل. هتعمل نقط ازاي؟ نقطة طبعا سهلة جدا، ممكن بدايرة صغيرة قوي، بس انا هطلع كده عشان نتخيل الحجم. بص على الريفرنس، ممكن اصغرها حاجة بسيطة كمان، عن زوم قوي بس عشان نعرف نتحكم فيها، نصغرها يعني حاجة زي كده، اطلع بره. طيب كده معقول. هنديها بقى لون مناسب شويه، التفاحه هنا حمر قوي عن الباقي، هنتصرف في اللون وهنظبطه قدام شويه، بس لون النقط ما بيكون ما بين الاصفر وما بين البيج، احنا ممكن ناخد حاجه في النص بين الاثنين، كليك هنا وتعال نبص على الالوان، حاجه بين الاصفر والبيج ممكن تبقى كده، ونفتحها قوي اعتقد كده معقول، ولا نغمق شويه كمان مش هتفرق قوي. هرجع بس ماشي. هديها بس سنه بلور صغيره قوي، افكت وبلور عشان ما تبقاش يعني، اعتقد 2 كويس، لا كتير خليها 1،
حتى واحد كتير برضه خليها نص 0.5 يا دوب يعني، هي قياس عشان ما تبقاش شكلها غريب شوية بس كده. دلوقتي طبعا هنشرها ازاي؟ لو انتوا فاكرين اسهل طريقة يعني ارش بيها الاشكال، ان انت تعمل سيمبل، خد اهي روح بيها على السيمبل ارميها هناك خليه جرافيك. اوكي هات بقى السبراي بتاع السيمبل، ويخلي ده 10 عشان سرعة الرش تبقى كتير ويبقوا قريبين من بعض. تاني هنراجع الانتنسيتي، يعني بترش كمية كبيرة بسرعة ولا قليل. الدنسيتي النقط دي هتبقى قريبة من بعض ولا بعيدة من بعض، فأنا عايزهم قريبين من بعض وعايز أرش بسرعة عشان نخلص يعني. تعال بس في اللير دي، اللير بتاعة الدوت، وهنرش فيها. لا معلش انا هرجع اخلي بس الدنسيتي اقل حاجة بسيطة، خليها 8 ونجرب. السرعة تمام بس عايزهم يكونوا بعاد عن بعض سنة، يعني خليها كده دبل كليك، خليها 7 او خليها 6. ولا طيب معلش سبعة معقول. طبعا لازم تبقى الكمية يعني لحد ما كبيرة، لأن في الآخر لو أنت مسكت أي تفاحة يعني شفتها هتلاقي فيها الحاجات دي كتير. دبل كليك هنا وهجيب السيمبل شيفتر عشان أدخل دول جوه. كان ممكن إن احنا نعمل الماسك، نستخدم يعني التفاح كلها ونعمل ماسك عشان الحاجات دي ما تطلعش بره. دبل كليك هنا وخلي خليها أقوى من كده شوية. تنستي دي 10، خليهم 8. بس كده تمام. تعال نرجع تاني كنترول زيرو، نرجع ورا شوية نقارن بين بقية الأشكال. شكلها إلى حد ما مش طبيعي، فممكن بس أقلل الدرجة شوية كده عند 40 أو 50% أعتقد معقول، شكلها كده منطقي أكتر بكتير. كويس. الخطوة التانية هتلاحظ فيه في كذا واحدة منهم بيبقى تحت في نقط أكبر شوية، يعني في نقط صغيرة قوي وفي نقط هنا يمكن أكتر حاجة باينة فيها، في نقط هنا أكبر ولونها مختلف. ممكن نعمل لير كمان جديدة نسميها بيج او دوت بي يعني اي حاجه، المهم هنعملها اكبر شويه من اللي فاتت. نجيب الاليبس تول ونخليها بالطول وحاجه زي كده. طيب تمام. ممكن بس نغير اللون شويه عشان يبقى فيه اختلاف، خليه افتح شويه وممكن يكون اغمق سنه. ممكن اعمله بلور برضو بس ممكن اعتقد هزود، احتاج ازود البلور بتاعه. واحد والله واحد مش وحش. تعال نبص من بعيد هيكون الشكل واضح اكتر. تكليك على appearance وتعال نروح تاني على الجواسيس بلور، خليه واحد كده نشوف شكله ايه. لا واحد كتير فعلا، 2 افضل متناسب حتى مع حجمه. دلوقتي نروح على السيمبل وبرضه هنعمل منه واحد تاني جرافيك. اوكي تمام. وتعال نرش بس المرة دي مش عايز اعمل كمية كبيرة قوي، ممكن حتى اعملها بالكليكاية كده، كل ما بتطلع فوق كل ما حجمهم بيكون اصغر شوية. تعالى كده نرجع لورا، يعني ممكن نزود حاجة بسيطة. طيب تمام. نفس الحكاية برضو، ارجع اللير بتاعتهم وشكلهم هيبقى احسن لو قللنا. تعال نجرب كده نديهم بليند مود، نجرب مثلا ملتي فلاي. لا لا سكرين، لا سكرين عالية، سكرين زي النورمال تقريبا، عكس اوفرلاي. اوفرلاي مخليهم والله ممكن سوفت لايت، سوفت لايت مش باينين، هارد لايت اعتقد ان هارد لايت احسن من
شكلهم منطقي واحسن شويه من النورمال. طيب خليهم هارد لايت. اوكي طيب اقفل بقى دي. والخطوه الثالثه اللي هنعملها، بص هتلاقوا في اي تفاحه، في معظم التفاح يعني، في حاجات كده شرط معرجه اللي هي عامله هنا واضحه قوي في التفاحه دي، عامله الالوان دي. فاحنا هنعمل افكت يكون شبه ده شويه كده ونسميه سترايبس. دي بقى نعملها ازاي؟ حاجه تكون شبه ده. بيتهيألي اقرب حاجه للشكل ده ان احنا نعمل فرش. الفرشه اللي هي عامله ايه؟ الارتستيك البينت براش اعتقد ممكن تبقى حاجه زي كده يعني. بص هي حاجه معرجه كده، بيتهيألي اقرب حاجه ليها. تعال نجرب دي، اعتقد دي كويسه. نحتاج بس نظبط اللون ونظبط الاوباستي يعني نظبط كام حاجه كده. عايز اقرب التفاح ده منهم. خليه كده عشان بس اقعد اغش منهم. على فكره مش عيب خالص ان انت تقتبس افكار من ده بيسموه في المجال بتاعنا يعني، بيسموا الحكايه دي ريفرنس. وده يعني اكبر فنانين في الدنيا بيجيبوا الموضوع الريفرنس ده، زي ما قلت لكم وهوريكم ان شاء الله في الكاركتر ديزاينرز بيعملوا ازاي ويجيبوا ريفرنس ازاي. المهم تعالوا هنرسم الاسترايبس دي. اروح على الفرش، اتاكد ان هي الفرشه برضو بتاعتنا هي دي. نرسم واحده كتست ونشوف شكلها عامل ازاي. اللون مش وحش، ممكن بس نخليه اصفر شويه. طبعا ده لون ستروك، مش متنساش دي فرشه هيبقى ستروك ما هوش فل. خليه يروح ناحيه الاصفر شويه ونفتحها شويه، فتحها اكتر. هي معلش مش سيلكتد، نسيت. هي سيلكتد بس دوس كنترول اتش. خليها تروح ناحيه الاصفر، فتح سنه من هنا كمان. طيب تعالى كده نجرب ونديها شويه بلور. طبعا هنغير الاوباستي وكل حاجه يعني، والبلند مود وكل ده ممكن نغيره. بس اديها دوس كنترول اتش عشان تبقى سيلكتد، وبعدين روح على بلور افكت جاوسيان بلور 2 ولا 1. طب خليها 1 عشان هصغر حجمها. خلي حجمها نص او 75 حتى، وخلي الاوباستي بتاعتها 50% مثلا. طيب في حاجة بقى، أنا عايز كل الفرش اللي أنا هرسمها تكون بنفس الأوباسيتي، نفس المواصفات وبلور وكل حاجة. فعشان ده يحصل وما تقعدش تعمل ريستارت وترجع من الأول، مش كل فرش ضربة فرش هتعمل لها نفس الأوبشن. فعشان ده يحصل روح على عند الأبيرنس وكليك على المنيو وتأكد إن أنت ريديوست وبيزك، آسف، نيو أرت هاز بيزك أبيرنس. دي ما يكونش معمول عليها صح. لو معمول عليها صح هتضطر كل فرشة تعمل فيها نفس القصة. كويس، شيل الصح لو هي معمول عليها، وبعدين ارجع تاني. دلوقتي كل فرشة هترسمها هي هتاخد نفس الاعدادات اللي احنا عملناها. فادي حاجة، تعال نرجع بس كنترول زد كام مرة. ولو حصلت اي غلطة ولقيته بدأ من الاول، فكل اللي هتعمله ان انت ترجع دوس على كنترول وكليك على دي عشان تاخد منها المواصفات اللي انت عملتها وترجع ترسم غيرها تاني. انا مش عجباني، فيها مشكلة مش عارف ايه. تعال نزوم شوية، خلي حجمها نص. ونقلل الاوباستي كمان شويه. ممكن اغير البليند مود، تعال نجرب خليه مثلا اوفرلاي. بس هنا بقى هضطر اعلي الاوباستي تاني، متهيألي كده افضل. جرب كده. كويسه بس لا، خلي الاوباستي 50%. معلش بنطول شويه بس في الاخر هيفرق قوي اللي احنا بنعمله ده. طيب هي شكلها غريب بس ممكن اعرضها شويه. شوف لو عملنا كميه كبيره هيحصل ايه، في الاخر نقدر نتحكم فيهم في اي وقت احنا عايزين يعني. اعتقد لما الكميه تكبر هيبقى الشكل افضل شويه. كبر، خليها 1 كده ونشوف هيبقى عامله ازاي. ممكن نجمع من كذا حجم. بص لما بيجوا فوق بعض هتلاحظ ان لونهم بيفتح شويه، وده افكت كويس جدا. خلي الحجم في النص كبير، وتعالى على الاطراف وصغر الحجم.
مش عارف، تقلي البلور محتاج يزيد شوية. هنجرب كده appearance جاوسيان بلور، خليه 2. ايه مش مفيش حاجة select، select شكل منهم وجاوسيان بلور خليه 2 وشوف كده النتيجة. تقلي فعلا كده احسن. بقت 1 خليها 5. بص بقى، الحتة دي عايزة تيجي هنا عند الجزء ده وتخلي الأطراف دي تلف كده، عشان هي ده اللي بيحصل في الطبيعة يعني. لو في أي لحظة حابب تزود البلور ممكن سيلكت اللير كلها، بس خلي الحاجات دي تمشي ببطء شوية عشان تنظبط. وهنا برضه ممكن أعمل كام واحدة. ماشي. عارف ان شكلها غريب شوية، بس اصبروا معايا وهتلاقوا الدنيا اتظبطت في الاخر. طبعا لان انا اديتها يعني اوفرلي ف تفاعلت مع الشكل تحت، فالجزء الغامق بيبقى غامق والفاتح بيبقى فاتح زي ما انتم شايفين كده. ولما بيجوا على بعضهم بيدوا لون افتح كمان مايل للاصفر، وده كويس يعني. في الاخر اي لو رحنا على الريفرنس بتاعنا هتلاقيها شكلها عجيب، بس من بعيد هتبقى شكلها كويس ان شاء الله يعني، ربنا يستر. طيب كنترول زيرو، تعالى نرجع لورا شويه كده. طبعا شكلها عجيب مش طبيعي ابدا ومريب، فتعالى هنا كليك عليها وكنترول اتش وقلل الاوباستي بتاعت اللير كلها، وهتلاقي الدنيا بقت اظرف كتير جدا جدا. بس اعتقد كده احسن بكتير قوي، كده شكلها منطقي والتفاحة قرب قوي يبقى شكلها طبيعي. لسه مش طبيعي 100%، هنعمل فيها شغل كتير لسه يعني، مخلصناش. ايه ده؟ بص بقى حصلت ايه هنا، حصلت مشكلة رجعت لاصلها فجأة كده، فارجع كنترول زد مرتين وارجع دوس على كنترول وسيلكت اي واحدة منهم، اتأكد حتى هو على الابيرنس اهي كله تمام، وارجع بقى اعمل تاني هتلاقيها اتظبطت تاني ورجعت. لما قللنا الاوباستي شكلها بقى منطقي وبقت اتظبطت وشكلها تفاحة طبيعية. احنا في الاخر بنعمل تكستشر يعني، التكستشر ده محتاج بنعمله مانيوال، فمحتاج شوية صبر. بس كفاية كده واعتقد كده تمام. هنرجع عند اللير نشوف درجة الاوباستي معقولة. ممكن هي كل واحدة منهم واخدة مود اوفرلي، لو اديت اللير كلها على بعضها مود اوفرلي لا هتعك. تعال نجرب هارد لايت، هنعك برضو. لا خليها نورمال، خلاص خليها نورمال، وهي كل واحده واخده المود بتاعها. انا عامل اوباسي 25% واعتقد كده يعني تمام. بص ده كانت 100% طبعا بايظه تماما، فخليها حاجه 20% 21 مثلا، حاجه زي كده معقول. بس كده احنا خلصنا تقريبا التكستشر، فاضل بس كام حاجه. اولا عايز ادي احساس كده ان يعني التفاحه منوره، فعشان اعمل ده عايز استعين بالشكل الاصلي بتاعي اللي هو ده. لو عزلته عشان بس تعرفوا انا قصدي ايه اللي هو ده، فاكرين بص ده كان عامل ازاي، وارجع ادوس سكيب. طبعا شكلها بقى احسن بكتير يعني. فكليك عليه كنترول سي وكنترول اف، انا عايز استغل ده بس عايز اديله هي دي طبعا مش تول، لو انتوا فاكرين دوس كنترول اتش اهي، هي مش اسف مش اسمها ايه مش اسمها مش وخلاص. المهم عايز احولها لشكل عادي وادي لها جريديانت. دي بقى قصه، كان المفروض من الاول ان انا اخد نسخه احتياطي قبل ما احولها لمش، بس انا اولا نسيت، ثانيا غير ان انا نسيت انا اصلا بعد ما حولتها لمش نزلت الحته دي لتحت لو انت فاكرين، فانا غيرت الشكل اصلا. فهضطر اعمل ايه بقى عشان احولها لشكل عادي بالمش؟ للاسف مش هينفع اعمل لها اكسباند، مفيش الاوبشن ده. فالحل الوحيد ان انا اعمل لها ريسترايز، هنعمل بس لفه طويله للاسف، معلش استحملوا معايا القصه دي. هي انا عملت لها ريسترايز اتحولت لايمج، والايمج دي هعمل لها تريس، ممكن اعمل لها تريس باي حاجه 3 كلر مثلا يعني. انا عايز مجرد الشكل بس في الاخر يعني. فتعال نجرب كده مثلا السلويت، اعتقد السلويت هتمشي تبقى تمام. ايه هو زعلان ليه؟ تريسينج مش عارف ايه هيبقى بطيء، مش بطيء ولا حاجة.
اتحول اهو، عمل شكل شكل واحد. ده اعتقد ده افضل نتيجة. بس خلي بالك ان فيه بيحط حواليه مربع، والمربع ده انا عايز اشيله، فهنجيب السهم الابيض اللي معايا علامة البلس و لازم اعمل اكسباند، انا اسف، نعمل اكسباند الاول اهو. لا ما عملش مربعات ولا حاجة، تمام كده 100 100. طبعا هي لونها اسود، سيبك من اللون الاسود، هنغيره دلوقتي. هخلي اللون بتاعه يا سيدي يكون احمر. ايه بقتش احمر ليه؟ ده الستروك. هات الفيل وخليه احمر كده. طبعا الحاجات دي اللي هي اللي انا عاملها من الصبح دي، بس خلينا نقفل الاسترايبس عشان ما اتلخبطش. ظهرت من فوقيها، بس المشكله ان المش ضاعت. يعني لو انا اخفتها هي دي شكل تفاح، هي ضاعت المش. انا بعمل ليه كل القصه دي؟ هقول لكم بقى دلوقتي. تعالى نعمل لير جديده خالص، نطلع فوق اهي ونمسك الشكل ده نحطه في اللير الجديده، واقفل بقى التفاح اللي تحت وخلي الشكل ده يطلع فوق خالص. هيداري على كل حاجه انا عارف، مش مهم. روح عند جريديانتس، كليك عليه من هنا. حصل ايه؟ مع سلكت المربع، وبعدين هات جريديانت، افتح الجريديانت وخليه راديال، وخليه يبقى هنا كده تقريبا في، لا مش قوي كده. طيب كده معقول، ماشي. خلي ده يبقى يطلع فوق شوية، خليه كده ويبقى كده تمام. عارف انتم يعني مش فاهمين انا بعمل ايه، بس هنشوف دلوقتي، هتبقى النتيجة ظريفة قوي ان شاء الله. وغير اللون ده، خليه بدل الاسود خليه احمر، الاحمر الغامق، وخلي بدل الابيض خليه لون زي كده. وبعدين نروح على الترانسبيرنسي وخليها اوفرلاي. بس ده اللي انا كنت عايز، طبعا مش ده بالظبط اللي انا عايز. هغير بس الاوباسيتي واقللها جدا، خليها يا دوب تديها. لما هو ايه اللي حصل اللي انا بعمله ده؟ دوس على السهم الاسود، كويس. اللي عملته ان هي اخفيها كده، بص، اديتها سنه، يعني سنه لمعان بسيطه بس كده، يعني الموضوع افر شويه. فهنخليها محتاج بس اظبط الجريدينت. خلي ده، اسف، خليه بدل اللون ده خليه اصفر، نشوف النتيجه هتبقى عامله ازاي. كويس كده احسن. وبدل الاحمر ده خليه لا خليه احمر فاتح شويه، لا 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 خليه غامق تاني. كويس، مديها بعد، خليها بني من اصفر لبني. تعالى بقى ايه، سيبك من الجريدنت وروح اخفيها. هي كانت كده، بقت كده. لو عايز تقلل الافكت مفيش مشكله، روح عن الترانسبيرنسي وقلل شويه الافكت بتاعتها. يعني دي يعني شويه احساس كده بالحيويه. ممكن دبل كليك تاني وخليه يروح ناحيه الاحمر، وهات الاتش اس بي وفتحه على الاخر. ممكن تفتح اخفيه كده، شوف تاثيره. يعني حاجة ترجع لك لو انت شايف انه كويس او مش كويس. دي انا شايف ان هو كده يعني افضل شوية. اقفل بقى ده، وعايزين نضيف شوية هايلايتس، يعني شوية لمعان. في بعض التفاح زي كده مثلا، بتلاقي في الحتة دي بيكون اللون اللي هنا اخضر، يكون لسه ما احمرتش ولا اصفرت، تكون الحتة دي شبه الجذع الاخضر ده. انا حتى عندي تفاحة في البيت، فروحت بصيت عليها لقيتها كده. هنعمل هنا لير جديدة. معلش الموضوع عايز صبر شوية، فهنسميه دي جرين سترايبس. نعمل اوكي، وهنجيب الفرشة ونرسم. نجيب دي، وهلونها لون اخضر، خليه الاخضر ده. بس لا ده فاقع اوي، فتح شوية يعني حاجه كده. نجرب ونشوف. ونعمل كده، يا نهار اسود. طبعا مش ده اللي انا عايزه. فتعالى
ظبطها، سلكتها الاول كنترول اتش، وهي فلير لوحدها صح؟ اه. وهنقلل وهنصغر حجمها جدا، خليها كده او حتى ربع، ونديها افكت، نديها بلور، نديها بلور ايه بقى، واحد واحد كويس. وبعدين غير بقى المود، قللها قوي، خليها مثلا يا دوب تبان يعني 20%، ونعمل كذا واحدة فوق بعض، ودي خليها اوفرلاي او سوفت لايت، هنجرب سوفت لايت طبعا مش باينة، بس هنحط منها كتير دلوقتي، فهتلاقي الدنيا بقت حلوة يعني. هنظبط كده، هنعمل اهو، ايوه انا مش عايز اكتر من الافكت ده، ممكن اخليه نص، نشوف شكلها هيبقى ايه. لا كتير قوي، خليها ربع. تعال نرجع بس على اللير. اه تمام. خلي الستيم ده فوق، اللي هو الجذع ده خليه فوق خالص، انا عايز بس يعني حاجه خضراء بسيطه قوي، انا بشوف ده بصراحه في التفاح يعني، فقلت بس مش كتير قوي، عشان لازم برضو اللون اللي جوه ده يكون يكون غامق، بس يعني مفيش سنه خضار. ممكن تعمل اخضر غامق لو انت عايز تغام. اه حلو كده، عشان جوه كده غامقه ومنطقيه يعني. ممكن تقعد تفتح، ولما تطلع فوق خلي اللون يبقى افتح شويه، ممكن مفيش مانع تطلع شويه كده كمان يعني، بس كده متهيألي كويس. من بعيد هتبقى شكلها يعني كويس، بس احنا طولنا قوي معلش، فاضل اخر. عايز اعمل هايلايت، هنعمل جروب، خلي كل حاجه فلير عشان الدنيا ما تتوهش يعني. فهنعمل هايلايت لمعه يعني، وهعملها ازاي؟ خلينا بقى بما ان احنا بنشرح المش تول، فتعالى نعملها بالمش. نعملها بايه؟ ماشي، اليبس، ممكن نعمل هنا اليبس، وبعدين هو ليه ايه ملوش. ماشي، مش عايز طبعا ستروك، عايز بس فيل. خليه اسود، عارف ان اسود ده حاجه غريبه، هو واخد افكتات من اخر مره، فاعمل ريديوست وبيزك ابيرنس عشان يبقى اسود بس. امسكه كده حطه في النص. خلي اللير كنترول وكليك على اللير عشان نروح على الاوت لاين مود. السهم الابيض امسك ده خليه لتحت كده، وبعدين امسك الشكل كله ارفعه لفوق. السهم الابيض برضو كليك وامسك، خليه ده كده كده تمام، وارفعه تاني فوق كويس، عايز دول يبقوا كده، مش شرط يعني، انا بعمل بس شكل يبقى هايلايت، مش لازم حاجه معينه يعني. انا عايز بس اشرح لكم الفكره ازاي بنستخدم المش تول في ان احنا نعمل هايلايت. تعال نرجع بقى كده تمام. ممكن بقى اجيب اليو وابتدي اعمل كان مش طبعا هو اسود والبتاع سودة، فحاجة نيلة خليها تبقى اخضر مثلا عشان ابقى شايف الدنيا عامل ازاي. طيب في واحد اتحط هنا معرفش ايه لازمته، بس يعني خليه مش مشكلة، ولا تعال نشيله. يوز الت، وبعدين تعالى هنا كده، طيب اللي هعمله دلوقتي عايز اخلي كام واحد من النص لونهم ابيض. ممكن نستخدم كويك سيليكشن عشان نخلص، خلي دول لونهم درجة كويسة من الرمادي مثلا، وليكن كده، تعال نشوف هتبقى عاملة ازاي. وبعدين طبعا نجرب، هحط بس دول بعض الدرجات الافتح يعني، ده كده افتح شوية، وده كمان افتح، لا خلي ده كده، وده كمان خليه افتح. عارف مش مفهوم اللي انا بعمله، بس هنشوف دلوقتي. المهم المش تول دي كلها امسكها كده، ويخلي البليند مود بتاعها سكرين، بقى عندك هايلايت اهو. طب انا كان ممكن طبعا استخدم اي حاجه، كان ممكن اعمل جريدينت وخلاص، بس الفكره ان انت هنا الهايلايت تقدر تخليه ياخد اي شكل انت عايزه يعني. دلوقتي لسه برضو لو عايز تتحكم، ممكن تمسك ده مثلا وتشده كده، تشده كده. طبعا الحاجات اللي لونها اسود ملهاش قيمه يعني، مش هتفرق معايا قوي في الشكل.
كل ما تشد الأشكال دي كده، كل ما الدنيا طبعا ممكن تسلكت مجموعة كده وتشدها، ده هايلايت، فممكن يعني الأفضل إن هو ما يكونش منتظم يعني، وهكذا هيطلع كده. عايز تظبط فيه، تعمل أي حاجة، بس ادي هايلايت. ممكن طبعا تحط هنا هايلايت كمان، تحط كام واحد. ممكن حتى نعمل حاجات بقى اللي هي التقليدية اللي زي كنا بنعملها. تعال نسلكت جزء من الشكل، ناخدها منين؟ ناخدها بقى من هنا. كويس. بالسهم بالكيو، خد بالكيو، تعالى على الشكل ده، وهنختار مجموعة، المجموعة دي مثلا كده كويس، وبعدين كنترول سي وكنترول اف وخدهم حطهم في اللاير اللي فوق. ماشي كده كفاية. انا اسف، انا صح، اقفل دي وتعالى هنا كليك، وروح عند الابيرنس، هي واخدة حاجات غريبة، فشيل كل ده، ريديوس لبيزك ابيرنس، وعايزه يكون ابيض. كليك هنا، تمام، روح على الجريدينت، خليه كله ابيض، شيل ده اسود، الت وهات ابيض كمان، وشيل اسود خالص، ودوس على الجي خليه كده، وبعدين روح على ده وخليه زيرو. طبعا شكله مش منطقي، فهنقلل نقلل ال transparency بتاعته ونخليها حاجة زي كده برضه، دي مش طبيعية، المفروض اخد ده. روح هات بقى البين تول، كليك وشد كده، وبعدين تعالى هنا واقفل، دوس الت واقفل كده عشان نعمل قوس. هو غريب بس يعني ماشي، تعال نرفعه لفوق شوية عشان شكله يبقى ظريف. طيب تعالى بقى نشيل، نخفي التفاح لتحت، بتهيألي كده كفاية، طولنا قوي في القصة دي، ودوس اف، وادي اي تفاح بتاعتنا، بتهيألي كده شكلها بقى افضل كتير قوي. تعالى حتى نقارن كده، لما كانت ما كانش فيه كل الكلام ده، هي كانت مجرد عاملة كده، دي كانت فاكرين لما كانت بالشكل ده، ودلوقتي بعد ما اضفنا كل الاضافات والهايلايتس والبتاع، طبعا الدنيا اختلفت تماما. بس اشوفكم بقى في تجربة تانية، انا مش عاجبني الهايلايت ده بس كفاية كده، الفيديو بقى كتير قوي، وتعال نشوف حاجة تانية. معلش انا وقفت الفيديو، ما كانش عاجبني الهايلايت ما كنتش هعرف انام يعني، فرحت عملت ده تاني. هو موضوع سهل جدا، نفس الطريقة، فتحت هنا اللير دي اللي فيها كنترول اتش بس، اللي فيها دي، وبالكويك سيليكشن باللاسو اخدت من هنا جزء من هنا لغايه تحت من هنا زي المره اللي فاتت بالظبط، بس خدت جزء اكبر شويه، وبعدين بالبين تول خليت الجزء ده مموج بدل ما هو كان يعني، خليته واخد مساحه اكبر شويه، وبعدين اهو، وفي الاخر اديته يعني بليند مود سوفت لايت ولون ابيض، نفس الجريدينت اللي هو ده، ما عملتش اي تغييرات، هو بس شكل مختلف وخلاص. دلوقتي ممكن الاضافه الاخيره، ممكن اروح على الافكت واستغلايز واعمل فيزر بنسبه بسيطه شويه، ممكن 7 أو 8، اوكي، عشان بس اعمل الافكت اللي هو يبقى فيه شويه تدريج كده. حاجه اخيره معلش نسيت برضو كالعاده اعملها، نعمل هنا لير تحت خالص ونعمل ظل، دي خطوه مهمه، هي بسيطة قوي وهايفة، بس تأثيرها كبير جدا جدا على الشكل بتاعك يعني، أو على التصميم بتاعك. فهخلي ده جريدينت وأخليه راديال وريفرس كالعادة يعني، وبعدين جي. طبعا خلاص انت أكيد حفظته، القصة دي بقت سهلة جدا، مش محتاج حتى أخليه مالتي بلاي لأن هو تحتيه أبيض، مفيش تحتيه حاجة. ممكن بس أديله شوية بلور، جاوسيان بلور، لا زوده بقى المرة دي، خليه مثلا أي حاجة 7 ولا حاجة. تعال نبص كده، من النص غامق قوي أسود، فبلاش أسود، خليه رمادي غامق.
عشان كل شويه افتكر حاجه وارجع اضيفها، بس انا عايز في الاخر الشكل يبقى حاجه محترمه يعني. بس كده خلصنا ونشوفكم في الفيديو اللي جاي.